بسم الله والحمد لله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولقد أرسلنا، يعني ربي سبحانه وتعالى جل جلاله وعم نواله يخبر نبينا عليه السلام باش يوري لي قافلة الأنبياء عليهم السلام الكل ما عندهم مهمة واحدة هي التبليغ، فيه التبشير وفيه الإنذارات. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك، صنفهم ربي إلى قسمين، منهم من قصصنا عليك تقريب 28 والله أعلم، ومنهم من لم نقصص عليك وهم بالآلاف. وما كان لرسول إلا أن يأتي بآية، وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. فما عاد رسول خرق القاعدة، لأنه رسول وربي هيئه باش يكون أمين على الوحي اللي نزل عليه. اليوم الرسول يا شيخ يا شيخ يا شيخة، الرسول كثر اليوم، ولكن الرسول شيطان والعياذ بالله.